الحقيقة أنا بدك تقولي شي؟ بكرة عندي مقابلة. تمام، وأنا بكرة عندي مقابلة، بس رح وصلك بالأول وبرجع بجيبك. لا أنا بس بدي خبرك، بدبر حالي. حتى لو بالاسم، بس أنا زوجك وفي عندي مسؤوليات اتجاهك، ومن واجبي لبي كل احتياجاتك كمان، وما رح يكون في أي مشكلة إني وصلك وأرجع أخذك. طبعاً إذا أنت بدك تجي معي. ماشي، بدك تتعشى؟ لا، ماني جوعان، شكرا. طيب خبرني لما تجوع، حتى لو بالاسم، بس أنا بضل مرتك وعندي مسؤوليات تجاهك.